الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الإخوة الطلاب الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله عز وجل في محكم تنزيله في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذه الآية فيها فوائد قيمة جدا ونرجو من الطلاب جميعا أن ينتبهوا لهذه الفوائد أولا ربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربك قال العلماء رحمهم الله تعالى قضى ربك أي أمر وشرع لأنه ده معنى القضاء في الأصل بمعنى الأمر والشرع والعلماء عليهم رحمة الله قسموا القضاء إلى نوعين أي قضاء الله تبارك وتعالى قالوا النوع الأول قضاء قدري ويسمى بالقضاء الكوني والنوع الثاني قضاء شرعي أما بالنسبة للقضاء الشرعي دليل هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه العلماء قالوا ده قضاء شرعي طيب الفرق بيناتهم الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني القدري قال العلماء رحمهم الله تعالى القضاء الشرعي يحبه الله تبارك وتعالى يحبه الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قضى أن لا يعبد إلا إياه وده أمر ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ثم ذكروا من الفروقات أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع مع أن الله تعالى قضاه إلا أنه قد يقع وقد لا يقع وكما في هذه الآية مش ربنا سبحانه وتعالى شرع انتبهوا يا أخوان مش ربنا سبحانه وتعالى شرع إنه يعبد وحده لا شريك له طيب هل هذا الأمر وقع من الثقلين كلهم الجواب لا في ناس آمنوا في ناس كفروا كذلك في جن آمنوا وفي جن كفروا شكذا العلماء قالوا القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع أما بالنسبة للقضاء الكوني القدري مثاله قال تعالى في نفس السورة سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ربنا سبحانه وتعالى قضى هذا الأمر لكنه قضاء كوني قدري العلماء قالوا القضاء الكوني القدري لا يحبه الله تبارك وتعالى مش هنا ربنا سبحانه وتعالى قضى على بني إسرائيل إنهم يفسدوا في الأرض هل الله تعالى يحب الفساد الجواب لا كما قال الله عن نفسه والله لا يحب الفساد ثم قال العلماء القضاء الكوني القدري لا بد أن يقع لا بد شنو أن يقع الفرق عكس ذاك تماما فربنا سبحانه وتعالى قضى على بني إسرائيل وقوع الفساد وقد وقع الفساد في بني إسرائيل طيب قد يقول قائل لا ربنا سبحانه وتعالى يقضي هذا القضاء القدري الكوني وهو لا يحبه يعني ربنا ما بيحب الفساد نعم طيب ليه ربنا قضى هذا الأمر الجواب قال العلماء رحمهم الله تعالى لحكم يعلمها الله عز وجل وقد أطلعنا على بعضها ولم يطلعنا على بعضها أضرب لك مثال انتبهوا يا طلاب انتبهوا أضرب لك مثال ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يا طلاب ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
هل هو من قضاء الله تعالى أم لا؟ الجواب من قضاء الله تبارك وتعالى. وربنا ما بيحب الفساد، لكن لماذا قضى الله عز وجل هذا الأمر؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الحكمة، قال لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، عشان الخلق الإنس وكذلك الجن يرجعوا إلى عبادة الله تبارك وتعالى. يبقى دي حكمة ربنا أعلمنا بها، وفي حكم تانية نحن ما بنعلمها. وما الواجب على العبد إذا لم يعلم الحكم من قضاء الله تعالى؟ الواجب شنو؟ يقول سمعنا وأطعنا، يقول سمعنا وأطعنا. طيب دي الفروقات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كاف الخطاب في قوله ربك موجه لمين؟ موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. ودي الفائدة الثانية، معلش تحملوا التراب ده شوية، تحملوا شوية. كاف الخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء قالوا هذه ربوبية خاصة، لأنه لو كان ربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم حيدخل في هذه الآية ولا ما بيدخل؟ لو كانت الآية كده النبي صلى الله عليه وسلم داخل، لأنه مربوب وليس برب عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا الخطاب الخاص فيه زيادة تشريف للمخاطب وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الفائدة الثالثة، قالوا وإن كان هذا الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الآية عامة. ليه؟ لأن ربنا قال ألا تعبدوا، الصيغة جاءت بالعموم، مع أنه الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مع أنه النداء للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، لكن قال إذا طلقتم بالعموم، فدل ذلك على أن الحكم ماله حكم عام ما خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة، ألا تعبدوا إلا إياه. أو قبل ما نمشي للفائدة الرابعة، قبل قلنا الربوبية دي ربوبية خاصة، العلماء قالوا لأن الربوبية برضو نوعين، ربوبية خاصة وربوبية عامة، والنوعين مجموعات في قول السحرة الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقولهم رب العالمين بربوبية عامة، وقولهم رب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة فيها زيادة تشريف زي ما ذكرنا. نرجع للفائدة الرابعة، ألا تعبدوا إلا إياه. الآية فيها نفي وإثبات، وده التوحيد يا أخوانا، لأنه الآية دي فيها معنى لا إله إلا الله. العلماء قالوا لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات، والتوحيد ما بيكون بالنفي فقط ولا يكون بالإثبات فقط، إنما لا بد من الأمرين معا. لا إله ده نفي، إلا الله إثبات، والآية دي فيها النفي والإثبات. ألا تعبدوا ده النفي، إلا إياه ده الإثبات، وده في أسلوب الحصر. فربنا سبحانه وتعالى حصر أن لا يعبد إلا هو تبارك وتعالى، فحصر العبادة في نفسه وحده عز وجل. والعبادة معروفة هي التذلل والخضوع، ده الأصل، أصل معنى العبادة في اللغة، كما تقول العرب أرض معبدة يعني مذللة وخاضعة. والعبادة في الشرع تعريف ابن تيمية عليه رحمة الله معلوم عند الناس، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ألا تعبدوا إلا إياه، فما بيجوز لأي إنسان يصرف نوع من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى. النذر لله، الدعاء لله، الحج لله، الصلاة لله، الصيام لله. وقيس على ذلك، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك بالله، زي الصوفية، الصوفية الليلة صرفوا عبادات كثيرة لغير الله،
وده الموضوع. طبعا الطرزان ده ما فاهم حاجه، انا من قبل ما دار التفت لك، دار اقدم فوائد. ده ضارب له بلكين ثلاثه، والله ضارب بلكات. انا اوريك اكثر مثال، انه الود ده بيمشي وبيجي زي جاري الشحن البطاريه، ماشي وجاي. انت عارف ده ضارب بلكات، دار تعرفه؟ لابس له جزمه من غير شراب، من الله خلقت في دول بيلبس جزمه من غير شراب كمان في الشتاء. يا اخي ده سلوكه كلها ضربه، انا قال لخت انا اخي احنا ما فاضل لك، عرفتها؟ والبلد دي الناس السلوك ضربه ما شويه، عرفتها؟ السلوك ضربه ما شويه، لكن تاني بعد ده على حسب السلك، في نوع سلكه بيضرب بيمشي بيلقط اكياس، في نوع سلكه بيضرب تراه بتلقاه بكورك في الحله لما يربطه، في نوع سلكه بيضرب بيجي يعمل لنا هوس في الجامعات زي ده. ابو قميص احمر تركيبه ذاته غريبه، قميص احمر بنطلون اسود جزمه من غير شراب، ده جاي من وين ده؟ انت الزوق علينا من وين ذاتك يا اخي؟ عرفت الحاصل؟ ده زول ضارب سلك ما تشتغلوا به، والله سلوكه ضاربه، داير لك كهربجي بس ما اكثر من كده، كهربي يجي يوزن البلكات ويشوف السلك الشرطي محله وين. اخونا شاب بالمناسبه خريج كهرباء، ممكن بعد شويه يصنفر لك الزول ده تمام، عرفت؟ يشوف لنا ذاته السلك محله وين. يا ريت بعدين يا شهاب اعمل له شريط كهرباء عشان تاني ما يحصل اي شرط يجينا ناطلين هنا. يا اخي اخدعنا يا اخي، عرفتها؟ نرجع للايات. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. الصوفيه خالفوا هذه الايه، ليه؟ لانهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. عبدوا غير الله، بينادوا البرعي، عباده للبرعي. بيحجوا في الشكانيبه، في ناس بيحجوا هناك في كسله. عبادة للزول المدفون في الشكينيبة وهو المكاشفي، والمدفون في كسلة وهو حسن أبو جلابية. فالصوفية خالفوا الآية دي ووقعوا فيما نهى الله تعالى عنه. الله قال الناس ما تشرك بالله عز وجل. الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء ما تشرك بالله، لا صيام ديمة لا مكاشفي لا غيره. الصوفية قالوا لا، نشرك به أشياء مش شيئا واحدا، نشرك به 99 ألف القلعة راكدين. الله قال شيئا، ديل دخلوا 99 أشركهم مع الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن فعل الصوفية علوا كبيرا. ألا تعبدوا إلا إياه، ده الإثبات ويفيد الحصر في أسلوب الحصر. فما بيجوز صرف العبادة إلا لله عز وجل، لأنه الله الخالق هو المستحق للعبادة، الله الرازق هو المستحق للعبادة، الله المحيي هو المستحق للعبادة، الله المميت هو المستحق للعبادة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. هل خلقوا حاجة؟ البنادون من دون الله عز وجل الليلة كان ركيني، كان صايم ديما، كان مكاشفي، كان كباشي، كان برعي. أروني ماذا خلقوا من الأرض. من الأرض خلقوا شنو؟ ولا أي حاجة. أم لهم شرك في السماوات، هل عندهم شراكة مع الله في السماوات؟ أبدا. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لكن الصوفية كذابين ما صادقين، ولو صادقين خليهم يجي يجيبوا الدليل، خليهم يجي يجيبوا البرهان إن الناس يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. لو قالوا دي ما عبادة خليهم يجوا يناقشونا. لو قالوا كون نطوف بالقبة ما عبادة تعالوا نسألكم ما هي العبادة، تعريف العبادة عندكم شنو، عشان تصلوا معانا أو نصل معاكم لنتيجة إنه الطواف بالقبة ما عبادة. تعالوا عرفوا العبادة. إنه تنادي الشيخ ما عبادة، تعالوا عرفوا العبادة. ما بيعرفوا، عرفته؟ كل لخبة ألف دوران. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الله براه، وبالوالدين إحسانا. وده عطف، لأن الوالدين حقهم عظيم، وربنا سبحانه وتعالى يذكر حق الوالدين بعد حقه مباشرة. وإن قال قائل أين حق النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول حق النبي صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله عز وجل، لأنه ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فحق الله متضمن لحق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله تبارك وتعالى. على قال الله عملوا شيرين اشتروا له شراب، يا والله حالته ذاته بلبلة، اشتروا له شرابات على قال الله، الدنيا برد ذاته.
يا أخي جزمة من غير شراب ولا أنا معيرني مرة واحدة جزمة من غير شراب قال لي استحميت يا ولد أنا أنظف من ضميرك أنظف من ضميرك خليك من ملابسك أنت بتلعب ولا شنو تعال أوريك العطر الما بتعرفه ذاته ده دلوك يا أخي أنا قال لي أسي كده طلاب براكم كده عينه منو فينا اللي استحمى والما استحمى منو كده طلاب أحكم أنتوا براكم شوفوا الخلقة دي على قال وعينه هنا منو فينا المستحمي ومنو الما مستحمي شوف الشبط ده نظيف كيف تقول لي استحميت يا دلوكة لابس لك جزمة من غير شراب عرفتها وشوف لو ده انت لو راجل والله يا اخي ما بنديك فرصة لانه ده بيضيع زمننا سايا والله بيضيع زمننا وذاته بيرفعوه في اليوتيوب كونه ذاته يرفعوك في اليوتيوب دي حاجة مفخرة لك احنا ما بنديها لك هسي شكل زي ده لو رفعوه في اليوتيوب نبقى ذاته مسبة المنبر السلفي يكون مسبة ذاته واحد يشوف ده يقول لك يا اخي على الله ما ترفعوا لنا اشكال زي دي اشكال غريبه جدا عرفتها فاشوف المنبر ده بصنفر اي زول والله يضارب بلك ما عندك بطاطير اي حاجه هنا هنا بنصنفرك بحول الله تعالى وقوته عرفتها ولو كنت عندك قيمه كان فتحنا لك فرصه لكن ما عندك اي قيمه واحد انت واحد عرفتها ما معاه اي زول ما معاه زول زول واحد براو من قبل بكورك ما عارفين ذات الطلاب موضوع شنو يا طلاب طلعتوا منه بفايدة ما في أي فايدة المنبر ده من قبل بيقول الله قال الرسول قال الصحابة قالوا العلماء قالوا ده طلعتوا منه بشنو ولا أي حاجة نطط ماشي وجاي عرفتها إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مع إنه حق الوالدين عظيم لكن حق الله مقدم على حق الوالدين وده فيه فائدة عظيمة أخوانا إنك ما تترك حق الله وتركز على حق الوالدين أكثر لما تجي تدعو الناس ما تترك حق الله وتجي تركز على حق الوالدين وده ذاته بيوريك إنه الدعاة الشغالين في الساحة الما فاهمين الشغلة اثنين جايبينه من السعودية ما تعرف مين مطيرك والثاني ما بتعرفه فرار واللي اسمه مينجل ما بعرفه جايبينه من السعودية جايين في بلد مليانة قباب واضرحة انت من الطيارة فوق بتشوف قبة المكاشف من الطيارة قبل ما تنزل نزلوك في المطار بتجي ماشي جابوكم درمان بتمر بحمد النيل مش الشغل ده ظاهر ولا إلا يحكوا لك يعني ما إلا نحكي لك إنه السودان فيه شرك بتشوف انت بعينك براك يجوا من هناك يشبكوك وحق الوالدين ولا بد مش تبوس كرعين أمك وتبوس كرعين أبوك هذا أمر كويس لكن وين التوحيد حق الله وينه حق الله شالوا الصوفية وينه ما بتتكلم فيه ليه ما حق الوالدين بعد حق الله انت حق الله ما تكلمت فيه اصلا عرفته وده يوريك ضلال هؤلاء الناس او جهل هؤلاء الناس ناس زايرة تتكلم في حقوق رقبتها يا اخي حق الله ما بيهمهم الواحد همه كله الليلة ما شربنا شاي الصباح والطعمية بقت غالية والطماطم بقى غالي هذا حقك انت طيب حق الله حق الله ما بيهمك ليه ليه ما بيهمك حق الله الشارة الصوفية الدولة شيوخ الما أولية أصلا ما أولية شالوا حق الله الدولة الشيوخ شيخ يقول لك ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدت راحتي ده شال حق الله ولا ما شال حق الله واحد يقول لك أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة شال حق الله ولا ما شال حق الله ده كله ما بيشتغلوا به يجي يقول لك حق الوالدين حق الجيران ما تعرف حق شنو حق الحيوان وحق الغيره حق الله هم شيء وده الموضوع الذي بعث من أجل الرسل طيب دي فوائد يا أخواننا بسيطة جدا نفتح الفرصة للحوار والنقاش الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش أدخل لك زول لا جهاب تضبط له سلوكه ها الفرصة مفتوحة على الحوار والنقاش نديه خمسة دقايق تعال تعال على قلة الفرصة مفتوحة على الحوار والنقاش